وعلى بركة الله دائما وابدا. نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، اجدد بكم التحية والترحيب من جديد في هذا المساء الرياضي المغاير في أشواط الرموز. على بركة الله أعلنت في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الثامن للقعدان الأجذاع رئيسي الإنتاج. شوط الشداد ينطلق على بركة الله. نرحب بكل الشعارات وكل الأسماء الحاضرة والمتواجدة من أجل الظفر بالرمز والشداد المنتظر في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الظفرة. مباشرة مع الصدارة لأتابع هملول وسعود بن محمد بن ناصر الشامسي يقدم لنا شعار مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي يقدم لنا شعار، بينما القادم مع المركز الثالث. أتابع القدوم والحضور من مسيان عيسى بن حمد بن بارك المري يقدم لنا شعار. المركز الرابع القدوم والحضور القادم شعار بن قران يقدم لنا شعار، مع الطام محمد بن مساعد بن قران المنصوري قادما بشعار، بينما المركز الخامس أتابع إرسال سعيد بن منانة بن غدير الاكتبية قادما بشعار، بينما المركز السادس أتابع القدوم والحضور القادم القادم صايب سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات، بينما المركز السابع القدوم الحضور أتابع في هذه اللحظات. القادم والحاضر أتابع، سراب هو القادم عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري يقدم لنا شعاره. القدوم مع المركز الثامن أتابع في هذه اللحظات. القادم والمنضم أتابع مولع خليفة بن سالم بن راشد الكتبي هو الحاضر يقدم لنا شعاره. المركز التاسع القدوم والحضور، الأسماء اللي حضرت الأسماء اللي وصلت هملول سعود بن محمد بن ناصر الشامسي. نعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع هملول. من يحتل الصدارة؟ سعود بن محمد بن ناصر الشامسي ينطلق بشعاره، يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز الثالث القدوم الحضور من صايب سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي هو القادم. المركز الرابع القادم والحاضر للطام محمد بن مساعد بن قران المنصوري يقدم لنا شعاره. ايضا المركز الخامس القدوم الحضور مولع 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 خليفه بن سالم بن راشد الاكتبي. لكن نعود الى هملول وانطلاقه سعود بن محمد بن ناصر الشامسي يقدم لنا شعاره. يحتل المركز الأول، يحتل الصدارة، بينما القادم غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي يقدم لنا شعاره. المركز الثالث القادم صايب 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 سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يقدم لنا شعاره. الحضور
مع المركز الرابع القادم الباز احمد بن علي بن هادي المنصوري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الخامس القادم مولع خليفة بن سالم بن راشد الاكتبي الشداد. وين وين يا اهل الاجداع، وين يا اهل الانتاج، اعود الى الصداره، الى مقدمه الشوط، الى غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي بدا ينطلق مع غازي في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره محمد بن خاتم بن محمد الشامسي ينطلق مع غازي، بينما الاسماء القادمه والحاضره وتابع الباص احمد بن علي بن هادي المنصوري هو القادم والقدوم، وتابع وتابع القادم صايب سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، القدوم من والم احمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي هو القادم، والقادم ايضا وتابع في هذه اللحظات الوصول من دليل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي، ولكن نعود الى غازي، الى غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي الشداد 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 الشداد، وعصاده بشداده غازي عصاده بشداده، والشداد انتظر يا مالك غازي محمد بن القادم دليل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي، ولكن غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي دليل 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 هو القادم، دليل هو الحاضر، اللحظة الأخيرة اللحظة الخطيرة ما بين غازي ما بين دليل، والم قادم ولكن دليل دليل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي طار إلى الشداد طار، الله يا دليل الشامسي يدل الرموز يدل الذهب والرموز في هذه اللحظات، دليل ووالم والم 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 ودليل، ولكن الشامسي مع الشداد والم والم أحمد بن حمد بن مبارك، ولكن دليل 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 سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. المركز الثاني والم أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، والمركز الثالث المركز الثالث غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز الرابع. إذن متابعينا الكرام، دليل وسعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يخطف الشداد يخطف الذهب مع دليل الإنجازات والبطولات، ها هو دليل سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عميرة الشامسي مع الشداد. التوقيت والزمن 7:28، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس المركز الثاني. المركز الثاني متابعينا الكرام كان غازي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي، توقيت والزمني 7 دقائق. إذا في الإعادة إفادة متابعينا الكرام لحظات الدخول الجماعي ما بين غازي ما بين والم، ولكن غازي من احتل المركز الثاني 7:28، 8 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس، والم مع المركز الثالث أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، توقيت الزمن 7:28، 8 أجزاء
من الثواني المركز الرابع، المركز الرابع الباز احمد بن علي بن هادي المنصوري 7 دقائق 29 ثانية، 7 أجزاء من الثواني. والمركز الخامس، المركز الخامس براق عامر بن محمد بن زايد المنصوري 7 دقائق 36 ثانية، جزئين من الثواني. تانينا والناموس للجميع.